ينضم إلينا مراسلنا من لندن عمرو المنيري، كما ينضم إلينا من بروكسل مراسل الغد سلامة عطلة. أهلا بكما. أبدأ مع عمرو، يعني كيف سيؤثر رفض بروكسل لمقترح بوريس جونسون بتعديل اتفاق الخروج على هذه المباحثات المرتقب أن يجريها بوريس جونسون مع كل من إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل؟ نعم لينا، لا أعتقد أنه سيؤثر كثيرا، لأن بوريس جونسون واضح تماما أنه يريد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وما هي ربما إلى ورقة ضغط تبين للجميع أنه يحاول أن يفاوض الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على صفقة الخروج، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة ويصر على هذا الرفض. إذا هذه الرسالة لا أعتقد أنها كانت رسالة، ربما هي جس النبض للمياه الجديدة في الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الأخيرة، ولا أعتقد أنه سيؤثر كثيرا في قرار بوريس جونسون الذي يبدو أنه يسعى تماما للخروج بدون هذه الصفقة، وخصوصا أن ما جاء في الرسالة هي اقتراحات كانت قد وردت قبل ذلك في حكومة تريزا مي في أثناء المفاوضات وتم رفضها، وكان هذا الاتفاق وخصوصا خطة الدعم الأمني لأيرلندا الشمالية لم تتغير تماما، وهذه ليست بالاقتراحات الجديدة كما وصفها توسك في الرد على بوريس جونسون. أعتقد أن بوريس جونسون ربما يؤكد للجميع أنه ليس لديه إلا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأنه يريد أن يلقي باللوم على الاتحاد الأوروبي إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة. لنتعرف أكثر على الموقف الأوروبي، وسلامة عطلة أهلا بك سلامة، يعني ما أسباب وأسطاء هذا الرفض السريع من بروكسل على مقترح بوريس جونسون بإلغاء بند شبكة الأمان من اتفاق الخروج؟ مساء الخير. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا متفقان على ضرورة تجنب أي حدود صلبة بين إيرلندا الشمالية جزء من المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في التكتل الموحد، ولكن هناك إصرار أوروبي على ضرورة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، خصوصا وأن بعد خروج بريطانيا ستصبح هناك حدود خارجية للاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة على خط إيرلندا الشمالية لمراقبة البضائع، لتحصيل الجمارك، للتأكد من سلامة الأغذية، وهذه مطالب لا يمكن التخلي عنها، وإلا فإن ذلك سيهدد وحدة السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي، وسيحدث الكثير من التسيب في موضوع البضائع وموضوع التأكد من سلامة الأغذية والحدود أيضا، ولكن دون أن تكون حدود صعبة يمكن أن تؤثر على توازن السلام الدقيق داخل الجزيرة الإيرلندية. هذه الأسباب مجتمعة دفعت الاتحاد الأوروبي لاقتراح ما سمي بشبكة الأمان، وتم الاتفاق على ذلك مع الحكومة البريطانية السابقة في نوفمبر الماضي. ما يقترحه جونسون هو أن تتعهد المملكة المتحدة بعدم إنشاء أي بنية تحتية أو أي حدود أو أي حواجز بين الإيرلنديتين، دون أن يقول كيف يمكن أن تجري الترتيبات بين جزئين مختلفين فيما بعد، وبالتالي يعتبر الاتحاد الأوروبي أن ذلك غير قابل للتنفيذ، والرفض شكرا كان جزيلا لك. أوتوماتيكي. سلامة عطلة مراسلنا من بروكسل، كما أشكر أيضا مراسلنا في لندن عمرو المنيري.